السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأريز يحتوي على كثير من properties في داخلها، ونقدر نستفاد من هذه properties لما نجي ننشأ واحد آخر ونسميها لحظة stay. Okay, I think everything fine. تمام، save. نجي هنا نعمل array import ونقول له numpy as a np. جميل، وهنا نقول له enter. سوري، نعمل له run، وهنا نجي نعطي له على سبيل المثال function، نعمل له array my array يساوي لاحظ np.array. راح ننشئ array ويكون الأرقام عشوائية. احنا نعرف انه في عندنا function في داخل الـ np اسمه arrange، اللي هو يفيدني انه يعمل لي range من الأرقام، فلتكن على سبيل المثال 26. اوكي، واجي اعمل له reshape الشكل. reshape مثلا يكون 2 و3 و4، 24. run، that's it، قبله. حلو، فلما اجي انادي على الماي اري هذا هو الشكل اللي راح يظهر لي. اوكي، جميل جدا. هذه الارقام كيف انضافت؟ عن طريق الاي رينج. الاتريبيوتس اللي موجوده في داخلها، انا ممكن الاري اعرف السايز اللي بي، لاحظ 24. انا ممكن اعرف الايتم سايز، بدل السايز اكتب ايتم سايز. run 8. اوكي، انا ممكن انه اعرف التايب عن طريق الفانكشن. يعني مثلا اذا جيت هنا أنا تايب لل my array and the array. اوكي، اذا اجي ايضا في الماي اري عندي شيء اقدر اطلع بيها الدايمنشن، صح، اللي هو دوت ان دي اي ام run 3 dimension. هذا الاري 3 dimension. اوكي، او مثلا الشيب ايضا اقدر اطلع شيب run، لاحظ 2 3 4 2 3 4. ففي attributes حقيقة نستفاد من عندها في حالة انه احنا نعرف نريد نطلع خصائص الاري هذا، نعرف الشيب اللي خاص بي. ممكن في حالة المultiplication او الaddition، كثير من حالات لما نجي نتعامل معها ممكن تظهر عندنا error، فلازم نعرف الitem size، نريد نعرف الdimension مالته، نريد نعرف الشيب مالته حتى نشوف الاري المقابل كيف راح نتعامل معها. فخلونا نوقف هنا، نكمل وياكم درس القادم. مع السلامة.